يا جامي الصفات ويا أحسن الصور، يا قامي الضلال ويا أفزل البشر، يا محبط الكتاب ويا ناطق الهجر، يا أيها النبي ويا دافي الضرر، يا نعمة النعيم جزاء لمن شكر، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، أين المفر لمنكر آياتك النذر؟ من ذا الذي رآك رأى الله بالبصر؟ بعد الخطاب بزارت في قسم اختصر.